في البداية كنبغي نوجه تحية للمجموعة من الأصدقاء والمتابعين على التعليقات ديالهم وكذلك على الدعم ديالهم. حلقة اليوم ملي إسبانيا ضربت الريف بالسلاح الكيماوي، التفاصيل الكاملة. علاش خصنا نقراو هذا الكتاب المهم ديال تاريخ سري للحرب الكيماوية ضد منطقة الريف وجبالها 1921-1927؟ الكتاب للمؤرخ المغربي الدكتور مصطفى المورون، اللي كيهضر فيه مزيان على موضوع خطير وموضوع معقد بقات ساكتة عليه اسبانيا وساكت عليه المغرب لسنوات طويلة، واللي استعملت فيه اسبانيا كدولة استعمارية وبدعم من دول أوروبية أسلحة كيماوية محرمة وممنوعة على الصعيد الدولي ضد المغاربة في العشرينيات من القرن الماضي للقضاء على ثورة محمد بن عبد الكريم الخطابي. كتاب بقدر ما يلقي الضوء على ملف يلفه بزاف ديال الصمت المتعمد وبالعاني، بقدر ما يعمل على تحرير التاريخ المغربي من مواضيع اللي بقات مسكوت عليها وفقط كيهضروا فيها غير الناس الاجانب. الكتاب كيتزامن بطبيعة الحال مع الجدل والصداع السياسي والتاريخي القائم على هذه الحرب الكيماوية اللي تعرض لها المغرب، ويعني كطالب مجموعة ديال القوى السياسية والجمعيات الغير الحكومية في المغرب واسبانيا بفتح هذا الملف بكل شجاعة، وداكشي اللي كيترتب عليه من اعتذار وتعويض للضحايا المغاربة والعائلات ديالهم، خصوصا ان المنطقة يعني منطقة ديال الريف منتشر فيها مرضات السرطان بشكل كبير نتيجة هاد الضربة او الضربات الكيماوية او هاد الحرب الكيماوية اللي تعرض لها المغرب. بقى الريف لسنوات طويلة هو الكابوس اللي طير النعاس على اسبانيا في حروب كثيرة وطيلت عقود من الزمان، ابرزها معركة انوال سنة 1921 اللي صنفوها المؤرخين المغاربة والاجانب بانها الكارثة اللي كتجاوز الهزيمة الحربية في التاريخ العسكري الإسباني. وكاين الجيش الإسباني بطبيعة الحال مسلح مزيان وبشكل جيد وانهزم في مواجهة المقاتلين المغاربة تحت قيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي ضمن حروب التحرير ومواجهة المستعمر الأوروبي. أمام فشل إسبانيا في المواجهات العسكرية ومن ما مرضاتش يستعرض المؤرخ دائما لجوء إسبانيا إلى الغازات السامة أو السلاح الكيماوي في مواجهة ثورة عبد الكريم الخطابي، وكيعالج يعني بزاف ديال العناوين كيف استعملت إسبانيا الغازات السامة لأول مرة في الحرب العالمية الأولى، ثم الرهان مؤسسة ديال المؤسسة العسكرية الإسبانية على استيراد الغازات السامة من طرف ألمانيا بعد تفكيك ترسانتها الكيماوية ووفق معاهدة فيرساي لسنة 1919 وكيفية إنتاجها في مصانع سرية أنشئت لهذا الغرض في كل من إسبانيا وشمال المغرب. ولاحقا الاسم السري لتطلق على هذا السلاح هو قنابل إكس. ويؤكد الكاتب أن الطريقة اللي كانت يعني الوحيدة اللي تحقق بها إسبانيا الفوز وبدعم من فرنسا والقضاء على ثورة عبد الكريم الخطابي هي استعمال السلاح الكيماوي. كيحدد المؤرخ مصطفى المورون الرقعة الجغرافية ولا المكان الجغرافي اللي كانت مسرح للقصف الكيماوي الإسبانية، وهي منطقة جبالة شمال غرب المغرب ومنطقة الريف في الجهة المقابلة الشمالية. وكيتطرق إلى تقنيات قصف الغازات السامة اللي انطلقت أول الأمر بواسطة قطع المدفعية، وغادي يتطور لاحقا الى استخدام الطيران في عمليه القصف الجوي لالحاق اكبر نسبه من الخسائر ضمن صفوف المقاتلين والسكان المحليين المدنيين العزل. وهنا ضروري غادي نشير على ان اسبانيا تستعمل في تاريخ الحروب استخدمت الطيران في عمليات القاء الغازات السامه. كيتوقف الكتاب كذلك على مشاركه السرب أو الجيش الأمريكي الجوي اللي سميته لافاييت في قصف شمال المغرب، وهذه المشاركة جعلت من حرب الريف كتاخذ بعد دولي وما بقتش القضية مقتصرة فقط على المغرب وإسبانيا،
كقضية ثنائية، خاصة بعد قيام كذلك القوات الفرنسية بالمساهمة في حصار الريفيين للقضاء على ثورة محمد بن عبد الكريم الخطابي. في هذه الحرب الكيماوية كيعالج المؤرخ في البداية كيفاش انقلبت الغازات السامة على الجيش الإسباني نفسه خلال الاستعمال أو جراء التخزين بفعل رداءة الوقاية وضعف الاستعمال بحكم عدم خبرة الجيش الإسباني براسه في استخدام هذا السلاح الكيماوي المتطور. كيطرق من جانب آخر القوانين الدولية وكيعلق بتعبير قوانين دولية حبر على ورق، وكيستعرض لنا عدم احترام الأمم الكبرى لاتفاقية حظر هذه الأسلحة الخطيرة المحظورة دوليا والممنوعة دوليا. وفي هذا السياق كيتعمق الكتاب بزاف في الكشف على تواطؤ المجتمع الدولي والصمت ديالو والمباركة ديالته في استعمال هذه الأسلحة والتجريب ديالها في شمال المغرب ضد ثورة عبد الكريم الخطابي، وهذا الأخير اللي قام بحملة دولية الاحتجاج على استخدام إسبانيا الأسلحة محرمة دوليا. لكن رد فعل كان مجرد صيحة فؤاد في مجتمع غربي إمبريالي استعماري كان لا ينتقد استعمال هذه الأسلحة ضد المناطق والشعوب اللي كيوصفها بغير المتحضرة. ونظرا للتأثيرات الممتدة على مستوى الزمان لمثل هذه الأسلحة الكيماوية كيتطرق المؤرخ مصطفى المرون، وهو المؤرخ خريج جامعة غرناطة بإسبانيا، كيبين الانعكاسات الصحية لاستخدام هذه الأسلحة الكيماوية على السكان في شمال المغرب، وكيعتبر العنوان اللي اعطاه الفصل الرابع دال ورمزي الموت الذي لحق الأجيال. وكيوصف المؤرخ في الصدد هذه الغازات السامة الكيماوية بالمبيدات للإنسان والحيوان والبيئة. فمصطلح المبيدات حاول من خلاله المؤلف باش يرمز على أن إسبانيا تعاملت مع سكان منطقة الريف وجبالها كحشرات وليس كبشر، وبالتالي كانت هذه الغازات السامة حرب إبادة حقيقية أتت على الإنسان والحيوان والبيئة والطبيعة. تم الكشف على الكثير من الحقائق حول استعمال هذه الغازات السامة ضد الشعوب التي قاومت للاستعمار، خاصة فيما بين الحربين العالميتين، حيث تعرضت مناطق بحال المغرب وليبيا والعراق وافغانستان والحبشة إلى القصف الكيماوي. وكاين صريح لرئيس الحكومة البريطانية الشهير وينستون تشرشل سنة 1920 ملي كان كيشتغل منصب سكرتير الدولة والجو في الحكومة البريطانية، وهو كيتبجح وكيقول أنا موافق تماما على استعمال الغازات السامة ضد القبائل الغير المتحضرة. بدورها كتبت المؤرخة الإسبانية ماريا روسا دي ماردريغا في تقديم الكتاب، وكتقول بعد سنين عديدة من الصمت واللامبالاة اعترفت أخيرا إسبانيا بشكل علني باستخدام هذه الغازات السامة خلال حرب الريف. وهذا الاعتراف في حد ذاته إقامة للعدالة ورد الاعتبار للحقيقة التاريخية. ومن ثم فإن هذا الجانب هذا الاعتراف العلني كيبقى مسألة إدانتها لمثل هذا التصرف ضرورية وأحسن وسيلة لجبر الضرر الجماعي الذي سببته إسبانيا للريفيين حسب اعتقاد هذه المؤرخة، وهي الزيادة في قيمة المساعدات المخصصة لتنمية منطقة شمال المغرب. من جانب آخر الصور الموجودة في موقع جوجل وبزاف ديال المواقع الإخبارية للجنود الإسبان والصور ديالهم وهنا هما لابسين الأقنعة الواقية كتبين كيفاش تعاملت إسبانيا مع المغاربة. وفي واحد الصورة دايرين واحد الحمار بقناع واقي في رمزية ديالته أنه حسن من سكان الريف والمغاربة. موضوع باقي غدا نرجع عليه لأنه مهم بزاف في تاريخ المغرب وفي علاقات أخرى. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.